بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع أتعلم مع جمال. طبعا راح أجاوب على بعض الأسئلة للمتابعين. زين، السؤال من أخ بويز انفنترز يقول: السلام عليكم أخوي جمال، عندي سؤال. مكيف سبلت أقدر أركب كمبرسر 2 طن على وحدة داخلية 1 طن. زين، يعني عنده وحدة داخلية 1 طن، يبغي يركب لها ضاغط، زين، سواء روتري ولا كمبرسر 2 طن، يصير ولا ما يصير؟ طبعا الإجابة يصير وما يصير. كيف يعني يصير وما يصير؟ أنت ما راح تستفيد أي شيء من تركيبك لضاغط 2 طن على وحدة 1 طن، لأن الضغط هذا كبير. ممكن أنت تركب 1.5 طن، أوكي، ممكن تركب 1.5 طن، أما أنك تركب 2 طن ما راح ينفع معك. ليش ما راح ينفع معك؟ لأن أول شيء هذا الضغط لا يناسب حجم الوحدة، هذا واحد. ثاني شيء، استهلاك الكهرباء لهذا الضغط 2 طن راح يكون كبير، وبالتالي انت بدل ما توفر، زين، راح تصرف. يعني هذه الوحده مثلا كانت تاخذ 1300 واط، ممكن، زين، الحين ممكن راح تاخذ 1600 واط او 1800 واط او 2000 واط، زين، على الفاضي. ما راح تستفيد شيء، لا راح تستفيد بروده اكثر ولا شيء. ليش ما راح تستفيد بروده اكثر؟ لان التبريد يعتمد على الوحدة الداخلية، أكثر شيء يعتمد على الوحدة الداخلية. الوحدة الداخلية فيها ممرات للغاز، فيها موزع للغاز، وفيها حجم الشبك، وبالتالي كمية الغاز هذه اللي راح تمر متساوية. سواء أنت ركبت له 2 طن أو 3 طن ما راح تستفيد شيء. لذلك الشركات تدرس هذه الأمور، الشركات تدرس هذه الوحدة الداخلية على الوحدة الخارجية على استهلاك الكهرباء، وبالتالي اما انك انت تاخذ وحده موفره او تاخذ وحده تصرف كهرباء بسعه التبريد. يعني هذه الوحده ممكن تستهلك 1300 واط وتعطيك سعه تبريد مثلا 12000 مثلا بي تي يو مثلا. وحده ثانيه ممكن تاخذ 1500 واط وتعطيك سعه تبريد مثلا 12000 بي تي يو. وين افضل؟ الافضل هذه، لأن هذه متعادلين في سعة التبريد، هذول الاثنين متعادلين في سعة التبريد، لكن صرفية الكهرباء هذه أكثر عن هذا، وبالتالي مدة التشغيل أنت راح تشغل فيها هذه الوحدة راح تصرف كهرباء أكثر من هذه الوحدة. أيضا سؤال ثاني من أخ على التويتر تقريبا، قال: عندي وحدة فيها غاز ومتأكد 100% أن الغاز هذا هندي ميدن انديا، زين، قال: هل اقدر يا جمال مثلا افرق غاز 22، نحن نتكلم عن غاز 22، هل اقدر افرق نصف الكمية من هذا الغاز الهندي واضيف عليه غاز امريكي؟ يعني راح يفرق هذا كله هندي، راح يخلي نص هندي بعدين يضيف عليه النص الباقي أمريكي. فهذا الله يحفظك بشيء غلط. أنت جالس تخلط بين نوعين أو شركتين من الغاز مختلفات في بعض المكونات. يعني ممكن هذا الغاز الهندي في المستقبل راح يأثر على هذا الغاز الأمريكي، أو ممكن الأمريكي راح يأثر على الهندي، أو ممكن الاثنين راح يأثرون على بعض في المكونات خاصة، وبالتالي ما راح تحصل على تبريد جيد. هو يبغي يعني يقول لك: أنا بدل ما أفرغ كامل لا راح أعبي نص فقط. هذا غلط. الأفضل في سواء الغاز 22 أو غاز 410، أنا برأيي الأفضل أنك تعمل فاكيوم، أوكي، تفريغ، نقول تفريغ ثم فاكيوم ثم إعادة شحن بالغاز يكون من نفس النوع، انه يكون هندي او امريكي،
من نفس النوع بدون كل هذه المراحل، بدون ما يدخل الهواء. أهم شيء الهواء، لأن الهواء إذا دخل راح يتفاعل معهم، ومنها ما راح تستفيد من تفريغك ومن الفاكيوم ومن إعادة الشحن. زين، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.